أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها مع حضراتكم عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الصينية الأولى بالرياض. يشارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الصينية الأولى والتي تستضيفها العاصمة الرياض. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستهدف القمة البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم أفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، فضلا عن بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من الرياض موفد إكسترا نيوز زميلنا شادي شاش. أهلا بك شادي، والتفاصيل لديك بكل تأكيد. أهلا بك هشام، بالطبع هنا تفاصيل كثيرة، لقاءات هامة للرئيس السيسي على هامش هذه القمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض. يعني الرئيس السيسي كان له لقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني. تم طبعا بحث هذه العلاقات المتميزة، علاقات الأخوة التي تجمع مصر بالسودان، وتعاون في المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين. أيضا كان للرئيس لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش هذه القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض. تم بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ويعني ثمن الرئيس التونسي ما تم في مصر من إنجازات على مدار السنوات الفائتة في عدة مجالات وبناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن. يعني أشياء كثيرة جدا تمنها الرئيس التونسي في لقائه مع الرئيس السيسي. أيضا بالأمس كان هناك لقاء للرئيس السيسي مع رئيس وزراء العراق، حيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع مصر بالعراق. وكان اللقاء بالرئيس الصيني يعني محور هذه القمة الصينية العربية. كان هناك لقاء مع الرئيس السيسي بالأمس، حيث هنأ الرئيس السيسي الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه لمرة ثالثة أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني. كما هنأ الرئيس الصيني الرئيس السيسي بالتنظيم المصري رفيع المستوى لفعاليات كوب 27 بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على تعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر بالصين، والدور المصري الذي تعول عليه الصين كثيرا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والسياسية، للدفع قدما بمسيرة التنمية المشتركة بين الصين ومصر من جهة والصين والعرب من جهة أخرى. نحن الآن في مقر انعقاد القمة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض. هناك عدة قمم اليوم، هناك قمة خليجية ثم هناك قمة خليجية صينية ثم أيضا القمة الأساسية وهي القمة الصينية العربية، ستنعقد اليوم في جلسة مفتوحة يعقبها جلسة مغلقة ثم مؤتمر صحفي في نهاية هذه القمة لكي نعرف ما تم من مخرجات. إليك هشام. شكرا جزيلا لك من الرياض موفد إكسترا نيوز زميلنا شادي شاش، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. العلاقات العربية الصينية تمثل نموذجا على التعاون والتكامل،
وتغطي هذه العلاقات التعاون الدبلوماسي والتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. المزيد مشاهدينا نتابعه في العرض التالي. ولمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. يعني في البداية نتحدث عن أهمية هذه القمة العربية الصينية الأولى من نوعها في هذا التوقيت بالتحديد. يعني أولا هذه أول قمة أو اجتماع يلتقي فيه كافة زعماء ورؤساء الدول العربية مع رئيس الصين. بالتأكيد يعني وقت هذه القمة يأتي في ظل ظروف دولية شديدة التعقيد، أزمات اقتصادية، نزاعات، خلافات، وبالتالي من الأهمية بمكان أن تستعرض هذه القمة الرؤية العربية الصينية المشتركة للتعاطي مع كافة الملفات المطروحة، بالإضافة بالطبع إلى مسألة العلاقات المباشرة الثنائية بين الصين وكافة الدول العربية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أيضا الرؤى المشتركة للقضايا الدولية واتخاذ مواقف من شأنها أن تسهم في يعني حل بعض هذه المشكلات أو المساهمة تقديم إطار يضمن سلام وأمن العالم، وهو ما تسعى إليه الصين والدول العربية في الفترة الحالية.
أيضا تابعنا عدة لقاءات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه القمة، لقاءات ثنائية. كيف ترى هذه اللقاءات من الأمس وحتى اليوم؟ يعني وما المنتظر من هذه القمة؟ بالتأكيد يعني هذه القمة العربية الصينية تأتي بعد حوالي 40 يوما من القمة العربية التي عقدت في الجزائر، والتي كانت مناسبة أيضا لالتقاء الزعماء العرب. الزعماء العرب يلتقون أيضا مرة أخرى هنا في الرياض ثم مع الرئيس الصيني. الرئيس عبد الفتاح السيسي كما هو معروف يعني يحرص دائما على التشاور والتباحث مع أشقائه من قادة الدول العربية، بالإضافة بالتأكيد إلى لقائه المهم مع الرئيس الصيني، والذي يعني تم فيه استعراض ما تم إنجازه في السنوات الماضية من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين، وأيضا من خلال بحث ما هو قادم. أتصور أن يعني هذه القمة مناسبة ممتازة لكافة الأطراف. الصين من جانبها أعلنت عن عدد من المبادرات، الدول العربية ومن بينها مصر وفي مقدمتها مصر انخرطت في هذه المبادرات، سواء مبادرة الحجاب والطريق، سواء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. والصين لها علاقات يعني قوية للغاية مع مصر، سواء من حيث التنسيق السياسي سواء على المستوى الاقتصادي. مصر هي أول دولة عربية أقامت علاقات مع الصين. هناك العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر، لعل أبرزها الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية، وأيضا موضوع خط القطار السريع بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية. في النهاية هذا يعني اجتماع مهم من شأنه دفع العلاقات العربية الصينية إلى مرحلة أكثر تطوراً. هذه العلاقات تميزت على مدى تاريخها بالاستقرار، بالنمو، بالتفاهم. تلك خطوة أخرى في هذا الاتجاه. يعني نحن مقبلون على عالم بالتأكيد مختلف عن العالم الذي كان موجودا، وبالتالي ينبغي للدول العربية أن يكون لها دور في صياغة قواعد النظام الدولي الجديد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. الدول العربية وفي مقدمتها مصر لديها مقومات أن تكون لاعبا جوهريا في عملية بناء النظام الدولي الجديد، وبالتالي يأتي هذا الاجتماع المهم ليحدد الأطر التي يمكن أن تعمل فيها الدول العربية والصين معا. يعني حضرتك عددت وذكرت الكثير من النقاط التي تعبر عن العلاقات التاريخية، العلاقات التجارية، العلاقات السياسية بين مصر والصين. كيف يمكن استثمار كل هذه المزايا في العلاقات بين مصر والصين في المستقبل أستاذ حسين؟ في الحقيقة يجب أن يعني كما ذكرت، العلاقات المصرية الصينية على مدى تاريخها الطويل هي علاقات متطورة، علاقات تتسم ب يعني التفاهم، ولكن أعتقد أن ما نحتاج إليه في الفترة القادمة من جانب مصر والصين هو أن تتحول هذه العلاقات بشكل أقوى إلى دفعة لعملية التنمية في مصر. عملية التنمية في مصر كما في الصين تحتل الأولوية القصوى بالنسبة للقيادة السياسية وبالنسبة للشعب المصري. الصين حققت تقدما في العديد من المجالات. أعتقد أننا في حاجة إلى توطين التكنولوجيا الصينية في مصر. نحتاج إلى أن يكون هناك دفع للتصنيع في مصر بدعم من الصين بما لديها من خبرات في هذا المجال. الصين لديها ما يسمى بالقدرات الإنتاجية الفائضة. الصين أصبحت يعني فقدت ميزة العمالة الرخيصة. الصين أيضا أسعار المواد الخام أصبحت مرتفعة، وبالتالي مصر في هذه العوامل لها ميزة كبيرة بالإضافة إلى موقعها. من المتصور أن يكون هناك تعاونا مصريا صينيا في دفع عملية التصنيع في مصر، زيادة الاستثمار، نقل التكنولوجيا، وأن تكون مصر يعني نقطة انطلاق للصادرات الصينية المصنعة في مصر إلى دول القارة الأفريقية وإلى جنوب أوروبا، باستفادة من هذا الموقع الجغرافي.
والصين لها تجارب في بعض الدول في هذا المجال، يجب أن نعمل على ذلك. مصر هيئت البيئة التي يمكن أن تجذب الاستثمارات وتحقق الاستثمارات فيها عوائد طيبة، بنية تحتية قوية، تشريعات جديدة في مجال الاستثمار تيسر على المستثمرين. نحن في حاجة إلى أن يتم تنفيذ ذلك، أو يعني أن نرى ثمار هذه السياسات، ثمار هذه البنية التحتية القوية على أرض الواقع في زيادة التصنيع وبالتالي التصدير، لا تتجاوز مصر مرحلة يعني الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها حاليا. من زاوية أخرى أستاذ حسين، الدول العربية تعقد هذه القمة مع الصين في توقيت حرج، كيف ترى الدور الذي تلعبه الدول العربية أو التكامل الذي تصنعه الدول العربية بين اللاعبين الفاعلين والأساسيين على الساحة الدولية السياسية؟ يعني من نافلة القول إن الدول العربية رقم مهم في أي معادلات دولية. الدول العربية هي المصدر الأول للطاقة بالنسبة للصين على سبيل المثال، من بين أكبر 10 دول مصدرة للنفط الخام للصين 5 دول عربية. السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام للصين. الدول العربية أكبر سوق للمقاولات الصينية، لديهم شركات مقاولات في مصر، في الإمارات، في السعودية، في الكويت، تقريبا في قطر، يعني تقريبا كل الملاعب التي والبنية الأساسية التي أقيمت عليها بطولة كأس العالم في قطر نفذتها شركات صينية، وبالتالي هذه منطقة مهمة بالنسبة للدول الغربية. وفي ظل الأزمة يعني الشديدة للطاقة في مسألة الغاز والنفط، أعتقد الدول العربية يعني لها دور كبير. الدول العربية ينبغي أن تستفيد من هذه الوضعية في تعزيز دورها في صياغة قواعد النظام الدولي، في تعزيز دورها في تشكيل السياسة الدولية، وهذا يتطلب تنسيقا بين الدول العربية. أعتقد أن يعني ما تم التوصل إليه من بعض التفاهمات في الجزائر ثم هذا اللقاء الذي يعني كنت سأسألك أستاذ حسين، كيف ترى هذا التنسيق؟ هل هذا التنسيق هو تنسيق قوي يتم بالفعل بين الدول العربية بعضها البعض؟ ونحن كما تابعنا في البداية عدد من اللقاءات الثنائية على هامش هذه القمة وفي كل قمة الحقيقة، لا يمكن أن يغفل أي مراقب أن حالة التنسيق بين الدول العربية الآن مقارنة بما كان قبل 5 سنوات مثلا، أعتقد أننا في وضع أفضل كثيرا. يعني قبل سنوات قليلة كانت هناك خلافات بين الدول العربية معينة في قضايا معينة، سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية، بليبيا، حتى في العلاقة مع قطر. أعتقد أننا شهدنا في الفترة الأخيرة هذا التناغم والتفاهم، وهناك إدراك متزايد من بين الدول العربية بأن لا بد من أن تكون هناك مواقف عربية موحدة، أن تكون هناك سياسات عربية موحدة. الدول العربية أصبحت براغماتية في الحقيقة أكثر في الفترة الأخيرة في التعاطي مع مثل هذه القضايا. من مصلحة الدول العربية أن تكون لها مواقف منسقة كاملة، رؤية واضحة، وهذا اتضح في تعامل الأطراف الدولية الفاعلة مع المنطقة العربية. رأينا الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل 6 شهور تقريبا أو أكثر في قمة عربية أمريكية مصغرة، الرئيس الصيني موجود، الرئيس السوري الروسي يحرص على التواصل مع قادة الدول العربية والتنسيق معها. كل هذا يعني أننا كمنطقة عربية أصبحنا محط أنظار العالم، وأننا يعني بدأنا ندرك أو نستوضح معالم دورنا العربي في هذه العملية. يجب استثمار ذلك بحيث ينعكس في تحسين أوضاع المنطقة العربية، الدول العربية، الشعوب العربية، بالاستفادة من هذا الظرف التاريخي المهم الذي يمر به العالم. بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا هاتفيا الأستاذ حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
إذن تاريخ طويل من التعاون المشترك تحمله العلاقات العربية الصينية والتي تشهد تطورات كبيرة مؤخرا، وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1956. المزيد مشاهدينا في العرض التالي مع حور محمد. أهلا بكم. تستند العلاقات العربية الصينية إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك قائم على التكامل والدعم في مختلف المجالات، وقد تطورت تلك العلاقات في الوقت الحالي عن طريق إقامة علاقات وطيدة بين الجانبين، ما أنتج نجاحا مثمرا في العديد من المجالات وإبرام علاقات شراكة استراتيجية بين بكين وأكثر من 12 دولة عربية. تعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في 30 مايو لعام 1956، وهو اليوم الذي يؤرخ لبداية العلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الإفريقية. ومع إشادتها بالدعم العربي الذي حظيت به في العديد من الملفات، تنتهج الصين سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وترفض التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة. وفي يناير لعام 2016، وبمناسبة الذكرى السنوية 60 للعلاقات الصينية العربية، أصدرت بكين وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية، أكدت خلالها الحرص على إجراء التعاون العملي مع الدول العربية وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتوسيع دائرة التعاون في البنية التحتية ومجال التجارة والاستثمار. وعلى المستوى الاقتصادي، تعد بكين أكبر شريك تجاري للدول العربية، إذ بلغ حجم التبادل بين الجانبين في عام 2021 نحو 330 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% عما كانت عليه في عام 2020. هذا علما بأن العرب ظلوا شركاء رئيسيين للصين في مجال الطاقة، حيث يمدون بكين بأكثر من 50% من حاجتها من النفط والغاز المستورد من الخارج. وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية إلى مرحلة جديدة مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، حيث انضمت إليها 20 دولة عربية، وتمت إقامة أكثر من 200 مشروع تعاون ضخم في مختلف المجالات بين الجانبين في إطار المبادرة. ويأتي انعقاد القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض لتمثل حدثا سياسيا واقتصاديا كبيرا، وإعلانا مهما للتضامن بين أمتين في مرحلة تغيرات كبرى، كما ستكون إذانا بميلاد نمط علاقات جديدة قائم على المصير المشترك والشراكة الاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لمسيرة العلاقات التاريخية بين الصين والدول العربية وتطورها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. هذا وترتبط الصين بعلاقات شراكة استراتيجية مع أكثر من 12 دولة عربية، وتتصدر بكين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية.
ومشاهدينا للمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. نتابع بالتأكيد مجريات هذه القمة العربية الصينية الأولى من نوعها حتى الآن، استثمارا للتاريخ الطويل من العلاقات بين الصين والدول العربية. ما المنتظر من هذه القمة برأيك؟ تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هي قمة عربية صينية مهمة بتعقد في العاصمة السعودية الرياض، وهي ربما المرة الأولى التي تعقد هذه القمة بهذا المستوى وبهذا الحجم. قمة صينية عربية بتعقد للمرة الأولى. احنا ممكن ننظر إلى هذه القمة من حيث أهميتها في جوانب متعددة، لها أهمية سياسية، لها أهمية اقتصادية، لها أهمية تنموية. متوقع أن يتم بحث عديد من القضايا المهمة للطرفين الصيني والعربي. لها أهمية أيضا من حيث التوقيت. حيث التوقيت، الصين الآن هي قوة مؤثرة في عالم اليوم، سواء من الناحية الاقتصادية هي تأتي في المرتبة الثانية في الاقتصاديات العالمية، أو من الناحية السياسية ومن الناحية الصناعية والعسكرية أيضا. إذن هو لقاء مهم، ولقاء يعني نطلق عليه تسميته في السياسة دبلوماسية القمة، يعني دبلوماسية القادة والزعماء. القمة في هذه الحالة بترجع أيضا نفسرها بالعلاقات الصينية المصرية القوية والعلاقات الصينية العربية، وخصوصا أن الصين يعني ليس لها تاريخ استعماري مسبق على سبيل المثال، وبالتالي وجود الصين في هذا التعاون العربي يمكن أن يكون أيضا عامل توازن وعامل يساعد على تحقيق مزيد من التعاون المشترك بين الصين وبين الدول العربية وفي مجالات مختلفة ومتعددة. عشان كده بنتوقع أن تعقد عديد من الاتفاقات في هذه القمة، تتعلق بالنواحي الاقتصادية، تتعلق بالنواحي التنموية. توقع أيضا أن تكون هناك تفاهمات حول عديد من القضايا السياسية، سواء كانت قضايا تتعلق بمشاكل المنطقة وتطوراتها بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. يعني في هذه النقطة بالتحديد دكتور إكرام، كنت سأسألك عن أهم القضايا المطروحة على طاولة النقاش بالتفاصيل. طبعا أتوقع أن تطرح عديد من القضايا للنقاش في هذه القمة الهامة، واللي بتعتبر الحقيقة زي ما بقول لحضرتك الأولى من نوعها. يعني توقع مثلا أن تبحث القضايا المثارة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط اللي احنا بنسميها الملفات الساخنة، والعمل على إيجاد التسوية السياسية لهذه القضايا. ربما دي أيضا وجهة النظر المصرية ووجهة نظر عديد من الدول العربية. ربما أيضا يتم من القضايا المهمة بحث التعاون المشترك في مجال الاقتصاد وفي مجال التنمية والمشروعات المشتركة، وخصوصا كيفية الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، هي مبادرة صينية، كيف يستفيد منها الجانب العربي من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستية. وبالتالي هناك نتائج متعددة لهذه القمة وقضايا مهمة. ربما يكون أيضا هناك قضايا دولية يتم بحثها، يعني على سبيل المثال قضية الإرهاب، قضية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية. أنا عاوز أقول أيضا أن المشاركة المصرية لها أهميتها الكبيرة في هذا الإطار، وخصوصا أن كان في لقاء قمة عقد بالأمس بين السيد الرئيس وبين الرئيس الصيني. مصر أيضا ربما لها دور مهم في هذا الإطار باعتبارها مدخل للمنطقة العربية، باعتبارها أيضا مدخل لإفريقيا، ربما للبحر المتوسط. إذن هي جوانب مختلفة للتعاون المشترك، وأيضا يمكن أن يكون هذا التعاون في قضايا شديدة الأهمية، زي قضايا على سبيل المثال قضايا الطاقة، قضايا المشروعات المشتركة، قضايا
توطين التصنيع المشترك سواء في مصر أو في دول عربية أخرى مع الصين في قضية مهمة أيضا من وجهة نظري، وهي قضية السياحة الصينية. الصين بتعتبر الآن من أكبر الدول اللي بيأتي منها يعني السياحة لدول عديدة في العالم. إذا يمكن أيضا للمنطقة العربية ويمكن لمصر أن تكون هذه القضية الهامة أحد القضايا التي يتم الاستفادة منها في مجال تطوير العلاقات المصرية الصينية. وهذا بالتأكيد سينعكس على العديد من الاتفاقات التي من المتوقع أن تخرج بها هذه القمة، الكثير من الاتفاقات الحقيقة. ولكن حضرتك في بداية الحديث دكتور إكرام ذكرت نقطة في غاية الأهمية، وهي تحقيق التوازن على الساحة الدولية. كيف تحقق الدول العربية الآن هذا التوازن؟ طبعا احنا شايفين ان النظام الدولي الان في طور التشكل، في طور التكوين، على الاحدث على الارجح اننا سنكون في فتره قادمه ازاء تغيرات في هذا النظام الدولي. تشكل النظام الدولي معناه ان هناك اطراف اخرى ستكون اكثر تاثيرا في المنظومه الدوليه، ومن هذه الاطراف المتوقعه بالتاكيد الصين، سواء فهمنا ذلك من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية والاستراتيجية. فتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع الجانب الصيني يمكن أن يحقق نوع من التوافد المهم في هذا الإطار، ويمكن أن يخفف أيضا ما قد تتعرض له الدول العربية من ضغوط في هذا الشأن. وهنا تأتي أيضا دكتور إكرام أهمية التوقيت ودلالته الكبيرة. لماذا هذا التوقيت بالذات هي القمة الأولى من نوعها بين الدول العربية والصين رغم العلاقات التاريخية الطويلة بينهم؟ طبعا هو توقيت مهم، وربما يرجع إلى محاولة الطرفين، وبقصد بالطرفين يعني الطرف العربي والطرف الصيني، احتواء التداعيات التي تحدث بالنسبة لبعض القضايا الدولية. ممكن نتكلم هنا على سبيل المثال عن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها وتأثيرها على الاقتصاديات العالمية وتأثيرها السياسي. إذن هذا التعاون العربي الصيني من وجهة نظري يمكن أن يخفف من آثار هذه التداعيات، سواء فهمنا هذه التداعيات بالمعنى الاقتصادي والتنموي أو بالمعنى السياسي والاستراتيجي. ومن هنا أيضا يعني في رأيي أن قد يكون من المهم أن تتحول هذه اللقاءات أو هذه القمة الصينية العربية إلى أن تصبح مؤسسة أو ذات طابع مؤسسي. ذات طابع مؤسسي يعني إيه؟ يعني ألا يكتفى بهذه القمة فقط رغم أهميتها، وإنما تحدث لقاءات على مستوى القمة العربية الصينية في فترات قادمة وربما بطريقة منتظمة، وده يدعم التعاون المشترك بين الطرفين. أيضا عندما نتحدث عن العلاقات بين مصر والصين، مصر هي أول دولة عربية تقيم علاقات مع الصين. كيف يمكن استثمار كل هذا التاريخ الطويل من العلاقات بين مصر والصين على المستقبل ونحن نواجه تحديات كبيرة الآن؟ بالتأكيد العلاقات المصرية الصينية لها جذور، لها تاريخ في تشابه في جوانب مهمة بين الدولتين، في تشابه من الناحية الحضارية، في تاريخ سياسي. يعني أنا عاوز حتى أشير هنا إلى دور مصر ودور الصين في إطار كتلة عدم الانحياز. كان للدولتين دور كبير، إذن هناك تاريخ من التعاون المشترك، هناك تاريخ من الجوانب المتشابهة والتي يمكن البناء عليه. في هذا الإطار يمكن لمصر أن تستفيد من الناحية الاقتصادية، من الناحية التنموية، من مبادرة الحزام والطريق الصينية والاستفادة منها، وخصوصا في منطقة محور قناة السويس، في إيجاد وتوطين صناعات مشتركة بين الجانب المصري والجانب الصيني، الاستفادة في مجال المواني، في مجال البنية التحتية، في مجال الكهرباء. كل دي جوانب يمكن أن يتحقق فيها التعاون المصري الصيني. أيضا في مجال السياحة، وده مجال مهم قوي بالنسبة لمصر، وأيضا أن الصين
لديها أكبر عدد من السياحة في العالم من السواح الصينيين، وبالتالي كل دي قضايا يمكن البناء عليها ويمكن التعاون في إطارها بما يحقق في النهاية مصلحة الدولتين الصين ومصر. نعم دكتور إكرام بدر الدين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه المداخلة، أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لك. تشهد العلاقات الصينية العربية تطورا ملحوظا من شأنه أن يفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك وتعزيز الثقة بين الجانبين، المزيد مشاهدينا في التقرير التالي. علاقات تاريخية ممتدة بين الدول العربية والصين أساسها المصالح المشتركة والتكامل. وزارة الخارجية الصينية أشارت إلى أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين في عام 1956 مثلت البداية لإقامة علاقات مماثلة مع باقي الدول العربية، ومع إشادتها بالدعم العربي لبكين في العديد من الملفات أكدت أن الصين ظلت تدعم الشعوب والحكومات العربية وتطلعاتها، وتدعو إلى احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول الأخرى، وترفض الاعتداء والتدخل من أي طرف. كما أضافت أن نشأة حركة عدم الانحياز بمبادرة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغوسلافيا جوزيف تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو فتح عهداً جديداً لوحدة الدول النامية، ودفع عملية التعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية إلى الأمام. ومع نمو العلاقات العربية الصينية كان للاقتصاد دور أساسي، حيث نما حجم التبادل التجاري بين الجانبين بسرعة، وفي فترة العقود الأربعة من عام 1970 إلى عام 2010 ازداد حجم التبادل التجاري بأكثر من 620 ضعفاً. وكان تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي والذي يضم 22 دولة عضواً بالجامعة العربية إلى جانب الصين نقطة فارقة في تطور العلاقات بين الجانبين. فبعد 18 عاماً من التطور تمت إقامة 17 آلية تعاون، بالإضافة إلى عقد 9 دورات للاجتماع الوزاري للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية. وجاءت مبادرة الحزام والطريق لتضع لبنة أخرى في بنيان التكامل العربي الصيني، حيث قام الجانبان بربط بناء الحزام والطريق بالظروف الواقعية للمنطقة، وربط العمل الجماعي بالتعاون الثنائي، وربط تدعيم التنمية بالحفاظ على السلام لتحقيق تكامل المزايا والمكسب المشترك، مما خلق مشهداً مزدهراً وحيوياً في كل الأماكن التي تطبق مبادرة الحزام والطريق فيها. جائحة كورونا كانت كاشفة هي الأخرى لقدرة الجانبين على التضامن والتكامل، حيث نفذ الجانبان تعاوناً فعالاً في مجالات تطوير اللقاحات واستخدامها والوقاية والسيطرة المشتركة وتقاسم الخبرات والأدوية العلاجية. مشاهدينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، والتي تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري. كما أكد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
كما أكد السيد الرئيس دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان. من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤكدا وجود أفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية. وقد شهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التأكيد على التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، من ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. إذن مشاهدينا، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، والتي تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري. كما أكد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل. كما أكد السيد الرئيس دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان. من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
ومؤكدا وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية. وقد شهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين. كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، من ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. في اليوم الثاني من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة السعودية الرياض لحضور القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة الرياض. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنيا سيادته كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مجمل العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. Thank you.
وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف عبد الغني الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. الكثير من اللقاءات الثنائية عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، تابعنا منها اللقاء الثنائي مع الرئيس التونسي قيس سعيد وغيرها. إلى أي مدى ترى أهمية هذه اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش القمة العربية الصينية الأولى من نوعها أستاذ أشرف؟ صحيح، في حقيقة الحال منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014 ومصر حريصة كل الحرص على حضور مثل هذه المنتديات والفعاليات، ولطالما عقد سيادته العديد من اللقاءات الكثيرة والمتعددة التي تضمن بشكل أساسي جانبين. الجانب الأول هو جانب سياسي لترسيخ العلاقات المصرية مع كافة القوى الدولية والإقليمية، والجانب الثاني هو جانب اقتصادي بامتياز تحاول من خلاله الدولة المصرية تحقيق أهدافها الكبرى في هذا المجال. إذن الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة سعت وبكل قوة إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية. وفي هذه القمة العربية الصينية أيضا الدولة المصرية تواصل القيام بهذا الدور على نحو هو الأكثر أهمية والأكثر براعة من وجهة نظري، لأن الدولة المصرية في هذا الإطار قامت بوضع حجر أساس قوي لعلاقات شراكة اقتصادية مع الصين، كانت بمثابة هي القاطرة التي تقود الدول العربية نحو تحقيق هذه الشراكة. كانت سباقة في عقد اتفاقية شراكة استراتيجية مع الصين تلتها العديد من الدول وآخرها المملكة العربية السعودية، بالأمس وقعت مثل هذه الشراكة. الدولة المصرية كانت سباقة في القراءة العميقة لمعطيات الواقع ومعطيات المستقبل القادم نحو عالم متعدد الأقطاب. أعتقد أنها الدولة المصرية بتنجح بجدارة في تحقيق كافة أهدافها السياسية والاقتصادية. بالتأكيد، ونحن أيضا من ضمن اللقاءات الثنائية تابعنا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كيف تابعت هذا اللقاء وأهم مخرجاته؟ أعتقد أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات والعلاقات القوية التي جمعت بين مصر والصين على مدار السنوات العشر الأخيرة. عندما ننظر بنظرة سريعة إلى المعطيات الاقتصادية نجد أن وتيرة التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفعت بنسبة 100%، كانت حوالي 10 مليارات دولار ارتفعت إلى 20 مليار دولار. الاستثمارات الصينية في مصر ارتفعت من 500 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار. هنالك تواجد قوي استثماري من جانب الصين في العاصمة الإدارية الجديدة، في أبراج العالمين الجديدة، في القطار الكهربائي، في ميناء أبو قير الذي من المنتظر أن يكون ميناء عالميا ومهما للغاية على مستوى العالم أجمع. كل هذه الشراكات المصرية الصينية أعتقد أنها تشير بشكل واضح ولا لبس فيه إلى أن هناك رؤية استراتيجية تعمل الدولة المصرية على تحقيقها، وأعتقد أن هي بتحققها بمنتهى الذكاء وبمنتهى الكفاءة من خلال هذه الشراكات، من خلال هذه اللقاءات، من خلال هذه العلاقات القوية والوثيقة والمتعددة الأقطاب مع كافة القوى الدولية والإقليمية. بالتأكيد، ونحن أيضا كما ذكرت في بداية حديثك أستاذ أشرف، يعني الرئيس السيسي عقد أول زيارة لي منذ انتخابه إلى الصين عام 2014، وتم توقيع عقد يعني شراكة في مجالات عدة مختلفة. كيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقات يعني الوثيقة تاريخيا وأيضا سياسيا واستراتيجيا، خاصة في السنوات الأخيرة؟ كيف يمكن استثمارها في المستقبل والعالم كله يمر بأزمة كبيرة الآن؟ عندما وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع الصين منذ توليه المسؤولية بعد عدة أشهر من هذه المسألة، أعتقد أن الدولة المصرية كان لها مجموعة من الأهداف شديدة الأهمية. الهدف الأول هو إرسال رسالة لكافة القوى الدولية أن الدولة المصرية الجديدة حريصة كل الحرص على تنويع علاقاتها الاستراتيجية مع كافة القوى الدولية، وحريصة كل الحرص على مبدأ الاستقلالية القرار الوطني المصري. وفي هذه المسألة أثبتت نجاحا وقادت من ورائها كافة الدول العربية لنفس
الاتجاه. النقطة الثانية، عندما قام السيد الرئيس بتوقيع مثل هذه الشراكة الاستراتيجية كانت هناك رؤية اقتصادية واضحة، أيضا هنالك مجالات عديدة للتعاون مع الصين باعتبارها هي القوة الاقتصادية الأكبر والقادمة نحو المنافسة بل والسيطرة على الاقتصاد العالمي في العديد من المجالات، في مقدمتها إنتاج الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، التعاون في مجال البناء، في التكنولوجيا المتقدمة، تكنولوجيا الجيل الخامس. كل هذه المجالات أعتقد أن الدولة المصرية تعمل وبشكل حثيث خلال الفترة الحالية نحو تقوية دعائم الدولة وقيادتها نحو النمو والتقدم، وفي هذه المسألة لن تجد شريكا أفضل من الصين للقيام بهذا الدور، خاصة أن الصين ويحسب لها بشكل حقيقي أنها أبدا لا تتدخل في أمور الدول تحت أي ذريعة من الذرائع بعكس العديد من القوى الأخرى. وفي هذه المسألة أيضا الدولة المصرية تقدر الكثير من المواقف التي أعلنت عنها الصين دعما لمصر، سواء على مستوى القضايا الداخلية أو حتى على مستوى القضايا الإقليمية، ولطالما أثبتت بكين أن تضامنها مع رؤية القاهرة في العديد من القضايا، وهذه المسألة أعتقد أن هي مقدرة تماما من جانب القيادة السياسية المصرية، وأيضا هنالك تقدير من جانب الرئيس الصيني شين جين بينغ على مستوى العلاقات الثنائية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المسألة أعتقد أن هي تقود العلاقات بين الدولتين إلى آفاق أخرى أكثر رحابة وأكثر تأثيرا على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. يعني بالتأكيد سنعود إلى هذه النقطة في العلاقات السياسية والساحة السياسية الدولية، ولكن قبل ذلك كنا نتحدث عن العلاقات والشراكات الاقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية. كيف يمكن أن يتحقق هذا التكامل في المستقبل؟ بل هناك تكامل يصل إلى حد التطابق من وجهة نظري فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق ومبادرة ورؤية مصر 2030. مصر تسعى بقوة إلى التحول إلى منطقة مهمة جدا على مستوى الإقليم من حيث الإنتاج ومن حيث التصدير، والصين تسعى إلى موضع قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية. إذن مجال التعاون الرئيس سيكون بين الدولتين في منطقة قناة السويس، هذه المنطقة الواعدة استثماريا واقتصاديا بشكل لافت لكافة دول العالم، أعتقد أن هي مؤهلة تماما للعب دور القيادة في هذه العلاقات. الدولة المصرية قامت ببنية تحتية وموانئ والعديد من الخطوات المهمة نحو تحويل هذه المنطقة إلى مصنع آخر لإفريقيا والشرق الأوسط بالكامل. وفي هذه المسألة أعتقد أن الصين لاعب بارع للغاية في استغلال مثل هذه الفرص الاستثمارية. إذن عندما تتكامل رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق ستكون النتائج شديدة الإيجابية للدولتين، مصر كدولة رائدة وقائدة في منطقة الشرق الأوسط صناعيا وتجاريا، والصين كقوة كبيرة على مستوى العالم تسعى وبسرعة شديدة نحو القيادة والتفرد بالقيادة على مستوى العالم أجمع. وبالحديث عن الصين كقوة اقتصادية كبيرة، هي أيضا لاعب سياسي أساسي على الساحة الدولية، كيف ترى التوازن الذي تصنعه مصر في التعامل مع أقطاب السياسة الدولية والتعامل مع الساحة السياسية الدولية في ظل العديد من الأزمات؟ لنكن واضحين تماما، منذ عام 2014 العام الذي تولى فيه السيد عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، كانت الرسالة الأوضح من جانب الدولة المصرية تعتمد على شقين، الشق الأول هو استقلالية القرار الوطني، الشق الثاني هو تغليب المصلحة الوطنية. وفي هذا المجال عندما شرعت الدولة المصرية إلى تنويع كافة علاقاتها مع كافة القوى الدولية في مختلف المجالات، كانت هذه المسألة هي الثابت الوحيد في العوامل المتغيرة التي يمر بها العالم ويمر بها الإقليم. الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أعتقد أن هي أثبتت نجاحا كبيرا في هذا الإطار، وأعتقد أن هذا النجاح انعكس وبشدة على تراجع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من مواقفها حيال مصر وحيال الشرق الأوسط بالكامل. أيضا الدولة المصرية أثبتت نجاحا عندما تأزم الوضع على مستوى العلاقات الدولية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. كل هذه المسائل أيضا الصين
20 دولة هي في سبيلها إلى الخروج من حالة الكمون التي عليها بقرار استراتيجي مسبق للدولة الصينية إلى حالة الفاعلية خلال السنوات المقبلة. عندما تضع كل هذه القطع من البازل إلى جوار بعضها البعض، ستكون الصورة النهائية هي مستقبل أكثر قوة للدولة المصرية وأكثر فاعلية وأكثر قدرة على إثبات الذات على مستوى الإقليم وعلى مستوى علاقاتها الدولية. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف عبد الغني الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وهذه المداخلة. أكدت السعودية والصين أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة. جاء ذلك في بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض. كما أكد البيان المشترك على أهمية مواصلة إعطاء الأولوية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية. وفي مجال الطاقة، أكدت السعودية والصين أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ووقع الجانبان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض، حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية. كما التقى الرئيس السيسي في الرياض رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، حيث أكد الرئيس السيسي الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى، والتي تعقد بالرياض بعقد جلسة مباحثات هامة مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تقدم بالتهنئة مجدداً على إعادة انتخاب الرئيس شي جين بينغ مؤخراً أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة، معرباً سيادته عن الثقة في استمرار الصين في المضي قدماً على طريق التنمية تحت قيادته، والتطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني، مؤكداً سيادته حرص مصر على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربي الجماعي أو في الإطار الثنائي من خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين. من جانبه، قدم الرئيس الصيني التهنئة للسيد الرئيس على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته، مؤكداً أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر
وتسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالرياض السيد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وتطرق اللقاء للتباحث بشأن سبل دعم التعاون بين مصر والعراق، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة. ترتبط القاهرة وبكين بشراكة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تسهم الشركات الصينية بقوة في تنفيذ المشروعات القومية بمصر، وتعد مصر شريكاً أساسياً في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق الصينية. المزيد مشاهدينا في العرض التالي نتابع. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر والتي بدأت عام 1956 مثلت البداية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، ونوهت الخارجية الصينية بعلاقات بكين الاقتصادية مع الدول العربية والتي تتمتع بدرجة عالية من المزايا التكاملية، حيث بدأ التبادل التجاري بين الجانبين قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية. هذا وتتميز العلاقات بين مصر والصين بالثراء الشديد على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، ومؤخرا شهدت هذه العلاقة زخما كبيرا مع تعدد مجالات وفرص التعاون المشترك. المزيد مشاهدين في هذا العرض مع الزميلة دنا مدحت. أهلا بكم. تشهد العلاقات المصرية والصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات على مدى العقود الماضية، وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية لتتجه نحو المستقبل وتنطلق إلى آفاق أرحب مدعومة برصيد ماضيها الكبير. ومع تولي السيد الرئيس السيسي مقاليد الحكم، دخلت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة قائمة على التعاون والشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين، حيث أولى السيد الرئيس اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات المصرية الصينية. هذا وعكست زيارات المتبادلة رفيعة المستوى، عكست مدى عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين. ففي 22 من ديسمبر لعام 2014 قام السيد الرئيس بأول زيارة له للصين عقب انتخابه رئيسا للجمهورية. التقى خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث وقع البلدان وثيقة إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة تضمنت اتفاقيات في التعاون الفني والاقتصادي وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
في الأول من شهر سبتمبر لعام 2015 قام أيضا السيد الرئيس بزيارة لبكين للمشاركة في احتفال الصين بعيد النصر الوطني، حيث التقى نظيره الصيني شي جين بينغ الذي أثنى على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية، فضلا عن التنسيق ما بين البلدين في الشؤون الدولية. في 21 من شهر يناير لعام 2016 قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة لمصر. تناولت هذه الزيارة مباحثاته مع الرئيس السيسي في سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في كل المجالات، وتطرقت أيضا لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تعزيز التعاون المشترك إزاء تلك القضايا. أما في 3 من شهر سبتمبر لعام 2016 قام أيضا السيد الرئيس السيسي بزيارة للصين من أجل المشاركة كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني. هذا وشارك السيد الرئيس في مختلف جلسات عمل القمة، حيث ركز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. أما في 4 من شهر سبتمبر لعام 2017 قام السيد الرئيس بزيارة للصين من أجل المشاركة في قمة براكس. تناولت مباحثات مع نظيرها الصيني شي جين بينغ للملف الاقتصادي وسبل دعم العلاقات الثنائية، بجانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون ما بين البلدين. في الأول من شهر سبتمبر لعام 2018 قام السيد الرئيس السيسي بزيارة للصين أيضا من أجل المشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وبحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. أما في 25 من أبريل لعام 2019 قام السيد الرئيس السيسي بزيارة للصين للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، حيث بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق. شهد اللقاء أيضا استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في كل المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. في 4 من شهر فبراير لعام 2022 قام السيد الرئيس السيسي بزيارة مرة أخرى للصين. شهد اللقاء مع نظيره الصيني التباحث حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها أنشطة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، ذلك بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تم أيضا مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري ما بين البلدين. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا للعلاقات المصرية الصينية، حيث وضع التشابه التاريخي والتلاقي الحضري ما بين الشعبين المصري والصيني وضع قواعد راسخة لهذه العلاقات. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا الإخبارية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم في هذه التغطية الإخبارية، أنا هشام عبد التواب، إلى اللقاء.